تعالوا نشوف عمر اللي بيحب الحسم ازاي الموضوع هيتغير معاه، ازاي هيتعود على ان هو ياخد الناس خطوه خطوه. بدا الموضوع مع ايات الخمر. عمر بن الخطاب بيحكي عن نفسه بيقول: كنت رجل يحب الخمر في الجاهليه، اصر بها واحبها كثير الشرب. هو بيحكي عن نفسه، مش واحد بيشرب خمر عادي، كثير الشرب. الخمره ليه معاه صولات وجولات زي ما بيقولوا. انا بهدي القصه دي لكل شاب داخل رمضان دلوقتي ولسه بيشرب خمرة أو مخدرات. أقسمت عليك خليك زي عمر. عمر بيحكي بيقول: أنا كنت بالطريقة دي، لكن عمر شايف إن في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ الإسلام بيحسن كل ما هو داخل الإنسان، والخمرة بتسوق كل ما هو داخل الإنسان. الإسلام بيحرر الإنسان وبيحرر عقله، والخمرة قيد على عقله. الإسلام بيخلي الإنسان منطلق إلى الأمام، والخمرة بتهبطه لتحت بتعلمه الرذيلة. عمر حاسس إن ده مش منسجم مع الإسلام، فبدأ عمر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نريد قولا فاصلا في الخمر. عايز يحسم، عايزين حاجة فاصلة في الخمر. اللهم اجعل لنا بيانا شافيا. شوفوا، اجعل لنا، مش ليا لوحدي، للمجموع، للأمة، بيانا شافيا في الخمر. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فعمر: لا، أنا عايز حاجة حاسمة. فقال: يا رب، اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر، عايزين حاجة تحسم المواضيع. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعمر قال: يا رب، اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر، أنا عايز أحسم، عايزين حاجة تخلص. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لغاية آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ فوقف عمر وانتفض وقال: انتهينا يا رب. عمر اللي كان بيحب الخمر لكن بيحب الأمة أكتر، مزاجه الشخصي كان يشرب لكن كان نفسه يحسن من أجل الأمة. قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب. أنا عايز أقول حاجتين. عايز أقول حاجة لأي إنسان لسه بيشرب خمرة أو مخدرات: معقولة مش أنا الأوان تقول قد انتهينا يا رب؟ إحنا في رمضان، اتقي الله، وقف وقف أرجوكوا يا ناس يلي بتشربوا، حرام عليكم، أنت مش سامع؟ بيقولك: فخرجنا إلى الشوارع، وخرج عمر يضع ويكسر الخمر في الشوارع، واتملأت الشوارع كأن في طينة، كأن الدنيا مطرت، كله دلق الخمر اللي عنده. لكن السيدة عائشة بتعلمنا مبدأ حلو قوي، بتقول: أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، ثم نزلت الآيات بالحلال والحرام، ولو كان بدأ بالحلال والحرام لقال الناس لن نترك الخمر، لقال الناس لن نترك الزنا، ولكن الله أخذهم، خدهم واحدة واحدة. فتعلم عمر، اتعلم ايه؟ انا بحب الحسم، لكن الانسانيه ان انا اخد البشر واحده. مش كل الناس زيك يا عمر، خد الناس واحده واحده. يا ناس بالله عليكم اتعلموا المبدا الانساني ده من عمر. صدقوا ان عمر كمل بقيه حياته كده. يا اباء ويا امهات، خدوا اولادكم واحده واحده. يا ناس يا متدينين، خدوا الناس اللي بعيد عن ربنا واحده واحده. عمر كمل حياته بنفس الطريقة، لدرجة يا جماعة إن بعد ما بقى خليفة يبدو إنه اتعلم المبدأ على الآخر. ناس بعتت له، ناس من مصر، مصر طبعًا يعني إيه كان في أخطاء كتير بعد الفتح، وناس بتعمل معاصي وكده، فناس شافت إن في أخطاء كتير بتحصل في مصر وفي معاصي كتيرة بتحصل في مصر، فبعتوا لعمر بن الخطاب إن في أشياء لا ترضي الله ورسوله بتحصل في مصر. فقال عمر: اجمعوهم لي. فقاموا جايبين له الناس اللي قالت كده، فقعدهم قدامه وقام قايل لهم: أناشدكم بالله وبسنة رسوله وبكتابه، هل قرأتم القرآن؟ فقالوا: طبعا قرأنا القرآن. قال: هل فتفعلون كل ما في القرآن؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل أحصيتم كل القرآن في كل لفظة تقولها؟ ماشيين على القرآن في كل كلمة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: فهل أحصيتم القرآن في كل نظرة تنظرونها؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: أتأمرون بالناس أن يأخذوا بكل كتاب الله وأنتم لا تقدرون أن تأخذوا على أنفسكم بكل كتاب الله؟ كلفوا الناس بما يطيقون، اصبروا على أهل مصر. يا سلام يا عمر بن الخطاب. شوف عمر اللي كان بيقول عايز أحسم، لعمر اللي بيقول واحدة واحدة على المصريين.
الله يا عمر بن الخطاب، وازاي ان الاستفادة من اللي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم علمك انسانية جميلة في التعامل مع الناس. خليكوا انسانيين في التعامل مع الناس واصبروا عليهم، واحدة واحدة تتبني حضارة كبيرة ويحب الناس الإسلام.